تنظن بعد الانجاز تنظن صافي لقيت دابا باش ان شاء الله الانسان يفكر في المستقبل ويفكر في لافونير ونشوفوا هاد اللاعبين علاش قادرين ان شاء الله باش اننا نقدروا نحققوا الانجاز الاهم بالنسبه لنا هو الفوز بكاس افريقيا. تنظن ما غايجيش الا بالعمل والاجتهاد في العمل والجهد المتواصل لدوك اللاعبين، عندنا الثقه فيهم ان شاء الله قادرين ان شاء الله يجيبوا لنا هاد المجموعه من اللاعبين قادرين انه يجيبوا لنا ان شاء الله هاد كاس افريقيا المقبل ان شاء الله. الضريبه اللي شفنا منك في المنافسه تاع كريستيانو كنتي واحد الحاجه اللي كتعسقتي الموقف كي كنقول اول شيء عادي في كره القدم داكشي اللي وقع شيء ما فيه حتى شي اشكال، بالعكس هذاك اخلاص وحب، وهذيك اللقطه ضحكنا عليها بالليل انا ووليد، دونك حنايا اهم حاجه هي المغرب، فانا تنقوم بالعمل ديالي باش انا تكون المصلحه العامه تطغى على المصلحه الخاصه. اخر كلمه النيه ديال النيه وديما بالنيه، تنظن ان النيه ديالنا بالوصول ديالنا للمنتخب في ذاك التوقيت كان علينا اننا نديروا النيه ونشتغلوا، واش تنظن بان النيه والعمل والاجتهاد في العمل هذه كلها اشياء تتساهم في النجاح وفي تطوير المردود ديال الشخص. تنظن اننا كانت عندنا النيه كاملين المغاربه باننا نحققوا نتائج طيبه، الحمد لله ربي ما حشمناش. تنظن ان الاستقبال الملكي شيء يرفع يعني يرفع لنا الراس ديالنا بالنسبه للعالم، انه تيجي اللاعب المغربي تيجي من بطولات العالم وتيبقى ذاك الحشف في الاستقبال ديالو، وكذلك جلاله الملك اللي استقبلك في القصر الملكي شيء ما عمرنا ننسى في حياتنا كامله. فخورين بلقائنا مع جلاله الملك ونتمنى من الله ان شاء الله اننا نستقبل ان شاء الله بالفوز ونفوزوا بكاس افريقيا ان شاء الله. وقع فيها حتى شي حاجه. برافو ذكر التاخر، مشينا تواصلنا معاه جا بسرعه، تنظن بانه التصرف كان يعني عادي، وبالليل ضحكنا انا ووليد على نفس هذا، لان اهم شيء ما كاين هو انه يدخل في التوقيت للملعب، لانه كان عنده واحد التاخير من حسن الحظ انه دخل وصل، وتنظن بان هذا الشيء عادي في كره القدم. يقول شكرا، تنظن احسن كلمه تقول لكاري هو شكرا. انا كاري قبل ما يمشي لكاس العالم كنت لقيت به انا وياه في لقاء شخصي، وكان قال لي انا باغي نمشي لكاس العالم، قلت له انا خايف عليك، قلت له بصراحه لانك انت باقي صغير وتشد تقريه في كاس العالم صدقوا مضيعين اطار هذا المستوى. قال لي لا ما تخافش عليا، يا كنتي صاحبي دير فيا الثقه ونبهرك في كاس العالم. قال لي قبل كاس العالم يعني شيء غريب، وداك الشيء اللي دار في الوداد باين بان السيد تيعرف يجمع لان الوداد عام الاول بالمشاكل ديالها بكل شيء لا قدرت تكون بطله افريقيا بفضل سي وليد الكراري، هذا واقع. فلهذا انا بحال كنت نقول دائما بزاف الناس يضحكوا عليا، تنقول لهم هاد لا جينيراسيون اللي عندنا دابا اللاعبين احسن جينيراسيون شفناها في ليستوار ديالنا، لان ما عمرنا في التاريخ ديالنا نكونوا واقعيين ونشوفوا الحقيقه ما بقاوش نحلموا، ما عمرنا عندنا ثلاثه اللاعبين في توب 10 مونديال، سته ولا سبعه اللاعبين في الميور زيكيب دوروب، عندنا اللاعبين في المستوى كبير اللي خاصهم هو شنو هو الانسجام، هو ما تبقاش اربعه المنتخبات في منتخب يولي منتخب واحد. اول مره شفنا منتخب واحد يعني كلشي تضحك مع كلشي، واش شتي الكره اللاعبيه ما يتعلموش كره في شهرين، دونك اللاعبيه راه عندهم الكره في رجليهم، دونك داكشي اللي زادهم وليد هو ثقه في النفس، رافع سقف الطموح، الانضباط التكتيكي اللي مازال تنشوفوش البطوله الوطنيه مع كل اسف، هاد المباريات اللي تلعبوا في ثلاث ايام تيبان بان اللاعبين المغاربه البطوله مازال ما شافوش المونديال مزيان، حيت ما خذوا منه حتى عبره، مازال تيطيحوا، مازال تيحاولوا يضيعوا الوقت، مازال تيحاولوا يستفزوا الحكام، مازال تيديوها في الخوا الخاوي، سال الوقت الخوا الخاوي في المغرب، وبالتالي اللاعبين البطوله المحليه عندهم الامكانيه باش يبقوا في المنتخب يشاهدوا هما يبداوا يعرفوا ياكلوا، ما يبقاوش يمشيو يضربوا الشيشه، يزيدوا التدريب ديالهم شخصيا، رونالدو لان تيدرب بوحدو ماشي رونالدو حيت يدرب مع الاخرين، وبالتالي انا مأكد بان كاين في البطوله الوطنيه واحد 30 ولا 40 لاعب عندهم المميزات باش يلعبوا في المنتخب الوطني، ولكن ما عندهمش المقومات، عندهم المميزات ما عندهمش المقومات، وبالتالي تنطلب من اللاعبين المغاربه خصوصا الشباب يشدوا ويجتهدوا ويبدلوا الفكره ديالهم على كره القدم.